الرئيس السيسي يؤكد أن الشركات الإيطالية تمتلك رصيداً كبيراً من العمل المثمر في مصر. رئيس مجلس الوزراء يوجه الوزراء المعنيين بمتابعة توفر السلع المختلفة مع اقتراب شهر رمضان الكريم. الرئيس الأوكراني يتمسك بمواصلة الدفاع عن باخموت والقوات الروسية تكثف ضرباتها لإسقاط المدينة. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ترحيب مصر بالمسؤولين والشركات الإيطالية التي تمتلك رصيداً كبيراً من العمل المثمر في مصر. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وفداً إيطالياً رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني وبحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفداً إيطالياً رفيع المستوى برئاسة السيد أنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي. ضم السيدة أنا ماريا برنيني وزيرة الجامعات والبحث العلمي والسفير ريكاردو غوارييليا أمين عام وزارة الخارجية وعددا من مسؤولي كبريات الشركات الإيطالية العاملة في مجالات عدة لا سيما الزراعة واستصلاح الأراضي والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى السفير الإيطالي بالقاهرة. وحضر اللقاء من الجانب المصري الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد سامح شكري وزير الخارجية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن زيارة نائب رئيس وزراء إيطاليا للقاهرة على رأس بعثة تجارية موسعة من كبرى الشركات الإيطالية تأتي في إطار علاقات الصداقة الراسخة بين مصر وإيطاليا والإرادة السياسية القوية لدى الجانبين لتطوير هذه العلاقات ودفعها للأمام بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين، حيث أكد السيد الرئيس في هذا الإطار على ترحيب مصر بالمسؤولين والشركات الإيطالية التي تمتلك رصيدا كبيرا من العمل المثمر في مصر، منوها إلى وجود آفاق واسعة للتعاون الاقتصادي على جميع الأصعدة وهو ما ثمنه الجانب الإيطالي، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ووضع حجر أساس لمزيد من التعاون الاقتصادي من خلال تعزيز وجود الشركات الإيطالية في مصر لا سيما في مجالات الزراعة والغذاء في ضوء الأهمية الحيوية للعمل على تحقيق الأمن الغذائي خلال المرحلة الراهنة التي يعاني فيها العالم من أزمات متتالية في هذا الصدد. وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد أيضا التباحث حول عدد من الموضوعات الخاصة بالتعاون الثنائي بين البلدين وكذا تبادل الرؤى بشأن الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تم التطرق إلى قضية الهجرة غير الشرعية وبحث جهود التعاون في مجال الطاقة، حيث اتفق الجانبان على مواصلة العمل في هذه المجالات خلال المرحلة القادمة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الكبيرة لدى البلدين ومواصلة التنسيق لمواجهة التحديات الدولية المتنامية سياسيا واقتصاديا. أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على رسوخ وتاريخية العلاقات بين مصر والبحرين على كافة الأصعدة والمستويات. جاء ذلك خلال لقاء المستشار الدكتور حنفي جبالي مع رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي والمنعقدة حاليا في مملكة البحرين. وخلال اللقاء جرى استعراض مشترك لأبرز التحديات والتطورات الإقليمية والذي أظهر توافق الرؤى المصرية البحرينية حول تلك القضايا. من جانبه أكد رئيس مجلس النواب البحريني على خصوصية العلاقات البحرينية المصرية على الصعيدين الرسمي والشعبي، مؤكدا الحرص التام لتعزيز تلك العلاقات خاصة في شقها البرلماني.
التقى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الجمعية 46 للاتحاد البرلماني الدولي والمنعقدة حاليا في مملكة البحرين، حيث أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على تاريخية العلاقات بين مصر ومملكة البحرين الشقيقة، مشيرا إلى اعتزازه البالغ باستضافة مملكة البحرين لاجتماعات الجمعية الحالية للاتحاد. من جانبه أكد رئيس مجلس الشورى البحريني على أن العلاقات البحرينية المصرية هي علاقات تاريخية، مثمنا مناقشة تعزيز التعايش السلمي خلال الاجتماعات الحالية للاتحاد. كما شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في الاجتماع الثاني للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز والمنعقدة في البحرين، وفي كلمته أكد رئيس مجلس النواب أن حركة عدم الانحياز منذ نشأتها مثلت صوتا مسموعا لشعوب العالم النامي وملاذا آمنا من الاستقطاب الدولي. كما حس رئيس مجلس النواب البرلمانات على صياغة مقاربة شاملة لإرساء العدالة في النظام العالمي، خاصة بشأن توزيع ثمار التنمية ومعالجة أوجه القصور التي أظهرتها جائحة كورونا. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الوزراء المعنيين بالعمل على المتابعة المستمرة لتوافر السلع المختلفة مع اقتراب شهر رمضان الكريم. وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وجه مدبولي بالتنسيق المستمر مع المحافظين لتطبيق الآليات اللازمة لضبط الأسواق والتأكد من توافر المنتجات البترولية لتلبية احتياجات المواطنين في كافة المحافظات. وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى احتفالية يوم الشهيد مشيدا بالرسائل المهمة التي تضمنتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفالية. وتقدم رئيس الوزراء بخالص الشكر إلى أبطال القوات المسلحة والشرطة، معربا عن التقدير البالغ لما يقدمونه من جهود لحماية الوطن والمواطنين. كما تطرق مدبولي إلى نتائج زيارة رئيسة وزراء الدنمارك والتي بحثت العديد من الفرص الواعدة لدفع مجالات التعاون المشترك، خاصة في ملف الطاقة والنقل البحري واللوجستيات والاقتصاد الأخضر. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بشأن مواعيد تشغيل المحال العامة خلال شهر رمضان الكريم وإجازة عيد الفطر المبارك. وتقرر أن تكون مواعيد إغلاق المحال والمراكز التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر يوميا في 2 صباحا. شهد اجتماع مجلس الوزراء استعراض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2022-2023 والنصف الأول من العام ذاته. وخلال العرض تمت الإشارة إلى استمرار نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري بنسبة 3.9% رغم الوضع الاقتصادي العالمي وحالة عدم اليقين التي فرضتها التحديات والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. ووفقا للبيانات الأولية، تم تقدير معدل نمو الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي الجاري ب 4.2%، كما أنه من المتوقع أن يحقق نموا بنسبة 4.2% بنهاية العام المالي 2022-2023. We'll be right back.
شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مشروع تنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير من عام 2022 يمثل مشروعا تنمويا متكاملا يستهدف تحسين الخصائص الديموغرافية مثل التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة، بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني. ووفقا لما نص عليه البروتوكول، فسيتم إنشاء حساب لصالح المشروع القومي ضمن حساب الخزانة الموحد، ويحمل رقما محددا ويسمى حساب المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. وتصدر على هذا الحساب سندات أو وثائق حكومية بمستحقات السيدات الملتزمات بشروطه، على أن يتم الصرف من خلال الآلية التي يتفق عليها الطرفان في إطار المشروع. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه اطمأن على توافر جميع السلع الأساسية بمعرض أهلا رمضان وبأسعار مخفضة. جاء ذلك خلال افتتاح رئيس الوزراء لمعرض أهلا رمضان بأرض المعارض بمدينة نصر. وأشار مدبولي إلى قدرة الحكومة على توفير كل الاحتياجات، داعيا لعدم التكالب على شراء المواد الغذائية. شهر رمضان المبارك على الأبواب، بيبقى دايما يعني هناك يعني الاستهلاك بيبقى بنسب اعلى شويه من المعتاد، فالحمد لله يمكن اطمأنينا على يعني توافر كل السلع من كل الشركات الكبيره اللي بتنتج كل المنتجات. الحقيقه موجوده باسعار يعني اكثر من ممتازه. النهارده في نسب خصم كبيره جدا بتصل الى 50% في عدد كبير من السلع. يعني وخليني يمكن اتكلم ببعض يعني المنتجات بالذات اللي كان دايما بيثار يعني عليها موضوع الاسعار والسلع بتاعتها، وعلى الاخص موضوع الدواجن. النهارده يمكن اسعار الدواجن اللي موجوده النهارده، واللي كان يمكن عشان يعني نعالج الفجوه اللي كانت موجوده في الانتاج المحلي، الحقيقه استوردنا كميات معينه من الدواجن علشان تقدر انها تغطي احتياجات السوق، والحمد لله النهارده متوفره باسعار يعني جيده جدا جدا وفي متناول المواطن. نفس الكلام لكل انواع السكر والرز والزيت، والحقيقه كل السلع اللي ممكن ان شاء الله المواطن والاسره المصريه هتكون في احتياج ليها على مدار شهر رمضان. ولكن انا عايز اقول واحنا واقفين النهارده ان احنا وصلنا الى اكثر من 552 شادر على مستوى الجمهوريه. ارتفعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا 10 أضعاف خلال العام الأخير، واحتلت مصر المركز الخامس عالميا والثاني عربيا بين أكبر الدول المصدرة للغاز. هذا وقفز حجم واردات أوروبا من الغاز المصري إلى 4.8 مليار يورو. ونقلت وكالة نوفاستي الروسية عن بيانات يوروستات الأوروبية للإحصاءات أن الاتحاد الأوروبي اشترى الغاز العام الماضي من 27 دولة وأنفق عليه 208 مليارات يورو مقابل 62.5 مليار يورو في عام 2021. ولأول مرة منذ سنوات شكل الغاز الطبيعي المسال معظم الإنفاق بدلا من الإمدادات عبر خطوط الأنابيب، وبلغ 109.4 مليار يورو و 98.6 مليار يورو على التوالي. في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس الجمهورية، نظمت وزارة الداخلية قافلة لبيع المواد الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة لأهالي شمال سيناء. كما وفرت الداخلية قوافل خدمية لتقديم مصدرات الأحوال المدنية وتراخيص المرور، كما تم تنظيم زيارات لعدد من المدارس وتوزيع هدايا على الطلبة وجامعة العريش واستخراج مصدرات الأحوال المدنية لطلبتها. مفيش أرض فيك يا مصر حد يقدر ابدا بفضل الله سبحانه وتعالى ياخدها مننا او يسيطر عليها، محدش يقدر. سيناء البقعة الغالية على كل مصري، التي تعطرت بخطى الانبياء وارتوت بدماء الشهداء، تتصدر المشهد التنموي بعد ان اعطى رئيس الجمهورية اشارة البدء لتنميتها.
تشارك وزارة الداخلية بقوافل محملة بالسلع الغذائية وأخرى خدمية جهزتها لأهالي شمال سيناء في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية. انطلقت قوافل الخير هذه عابرة أنفاق قناة السويس إلى أرض سيناء الغالية. ومع وصول القافلة إلى مدينة العريش، فقد أقامت وزارة الداخلية معرضاً ضخماً هو الأول من نوعه في هذه المنطقة على مساحة كبيرة من الأرض، يضم كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية والأجهزة المنزلية والكهربائية والمفروشات بأسعار مخفضة وجودة عالية، حرصاً على استفادة أهالي شمال سيناء من تخفيضات مبادرة كلنا واحد ومن وفرة المعروض، ما أدى إلى إقبال كبير من المواطنين على الاستفادة من التخفيضات والمعروضات. طبعا أهالي نفسنا يحتاجوا مننا ان احنا نقدم لهم كل الخدمات اللي يحتاجوها، وخصوصا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، فاحنا جينا النهاردة متواجدين معهم. عملنا معرض كبير جدا لمبادرة كلنا واحد. المعرض متواجد فيه اكتر من 500 طن مواد غذائية، من السكر والارز والدقيق والزيوت وجميع وياميش رمضان وجميع السلع اللي بيحتاجها المواطنين في خلال شهر رمضان. انا حابة اشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة الجميلة، وحابة اشكر الجيش والشرطة ان هم ساعدونا ووقفوا جنبينا في وقت الأزمة، ودلوقتي العريش بقت احسن من الاول بكتير، ما فيش خوف ما فيش قلق، دلوقتي كلنا ايد واحده، جيش والشرطه كلنا واحد موجوده في العريش، ونشكرهم ونشكر الرئيس، والاسعار كويسه وحلوه احسن من بره بكتير. طبعا بنشكر سياده الرئيس على مبادره كلنا واحد في شمال سيناء، احنا في العريش تحديدا. ربنا يبارك لك ويا رب تفضل كده الاسعار والدنيا حلوه. شكرا للسيد الرئيس، شكرا لوزاره الداخليه، شكرا لجميع العاملين في هذا الصرع العظيم. منافذ أمان خدمت شمال سيناء تمام بأقل الأسعار، ومنافذ جميلة وبأسعار كويسة جدا جدا جدا. تضم القافلة سيارات الخدمات الشرطية المتنوعة لإتاحة الفرصة لسكان أهالي شمال سيناء لاستخراج الأوراق الثبوتية وتراخيص السيارات. أنا اتفاجأت والله بيها النهاردة، وانبسطت جدا أول ما شفت العربية دي، إن هي دي بقى متنقلة في كل مكان، ودي هتسهل على الناس كتير. لم تقتصر القوافل الخدمية والغذائية على العريش، بل امتدت إلى عدد من مدن شمال سيناء. الشيخ زويد من المدن التي توجهت إليها القوافل. الهدوء يعم هذه المدينة ويتحرك الجميع بحرية وأمان. جيت النهاردة علشان خاطر أعمل بطاعة إلية، والتسهيلات حلوة والحمد لله، والشرطة معانا وخدمتنا بالنسبة للتصوير السريع والقطاع الفورية. الشيخ زويد جاي عشان أعمل بطاقة عائلية. شكرا للوزارة الداخلية اللي جاية لينا من العريش علشان تساعدنا في الورق. الحمد لله الوضع عندنا في الشيخ زويد والعريش الحمد لله 100%، وبنقدر الحين ننزل نرخص عربيتنا براحتنا، وبننزل السجل المدني وبنعمل بطاقات وشهادات الميلاد. نشكر سيادة الرئيس ألف 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 شكرا، شكر واصل من شعب سيناء للرئيس، من هنا للرئيس واصل. كلنا واحد دايما مع بعضنا كده، وبنستتبع الله الله على المصر. وإلى بئر العبد توجهت القوافل الغذائية والخدمية إلى الأهالي هناك لدعمهم وتوفير السلع والخدمات لهم. فالخدمات متوفرة، اللي هو الاستمارات موجودة، شهادة ميلاد موجودة، بطايق موجودة. إن شاء الله في المبادرة الجديدة مع العربيات المتنقلة هيبقى في خفة عمل. وزارة الداخلية وفر لنا خدمات المرور الإلكترونية، دي حاجة والله كويسة جدا، عندنا متنقلة في كل مكان بتوفر علينا حاجات كتير. في فرق شاسع من هنا من سنتين فاتوا لحد النهاردة. النهاردة في أمان وفي خير وفي كل حاجة متوفرة، وبنشكر سيادة الرئيس على المبادرة دي، يعني بترفع ناس كثيرة خصوصا إن احنا داخلين على رمضان. في إيدين تحمي وإيدين تبني، وإيدين صنعت وإيدين زرعت، واللي يعلم واللي يفنن دي إيدين مصرية وياما فرعت.
تضمنت القوافل زيارة قام بها الضباط لعدد من المدارس، حيث تم توزيع هدايا على طلبتها أثناء سير العملية التعليمية. النهارده جم ضباط ووزعوا علينا ألعاب حلوة قوي، وأنا بحب الضباط كتير قوي. أنا الطالبة جنة محمود من مدرسة الشهيد عمرو أبو هندية الرسمية المتميزة للغات. النهارده هتكلم عن الأمان في شمال سيناء. طبعاً إحنا عندنا هنا في شمال سيناء أمان من كل حتة. زمان ما كانش في عندنا أمان، وكان في عندنا ضرب نار، وكان في عندنا حاجات مش كويسة. أما دلوقتي بقينا نحس بالأمان في كل مكان. كنا بنيجي ما فيش طلبة، 2 3 4 وأهليهم بيبقوا خايفين عليهم مستنيينهم. لا، الوضع دلوقتي يختلف تماما. دلوقتي كل الطلبة بتنتظم في الدراسة. ماما وبابا بيأملوني عشان دلوقتي بقى خلاص في أمان، بقيت أنزل أشتري أي حاجة لوحدي، بقيت دلوقتي أروح المدرسة لوحدي، فبقى دلوقتي الحمد لله في أمان في العريش. بنعرف أطفالنا إنه يعني إيه الشهيد، يعني إيه التضحية اللي هو عملها. بنعرفهم بأسمائهم كمان علشان مدار حياتهم يبقوا ذاكرين فضلهم على البلد وعلى الأمان اللي هم حاسين بيه دلوقتي كأطفال وليهم بعد كده في المستقبل بإذن الله. في تضحيات تمت من الدولة، في تضحيات تمت من الشعب، في تضحيات تمت من الجميع عشان كله بيحب الوطن. مصر كل زجاج وحارة فيها عاشر كل واحد، عاش محمد وهي جرجس وهي سارة، مصر هي البوصلة دايما اللي بتحدد مسارك، خلي بالك خلي بالك مصر لسه محتاجالك. يا بلادي روحي فداليكي، أقدم حضارات كانت فيكي. كما توجهت القوافل إلى جامعة العريش لاستخراج مصدرات قطاع الأحوال المدنية للطلبة. قادرين نعيش حياتنا بشكل طبيعي وأحسن كمان. يعني الاول ما كناش بنطلع ولا بنجيب اي حاجه ولا بنطلع ولا بنروح كافيهات ولا بتاع، دلوقتي الكافيهات فتحت، الحاجات كلها فتحت، رجعنا احسن من الاول. بنعيش يومنا طبيعي عادي جدا، بننزل الجامعه، بنمارس حياتنا الطبيعيه بشكل مستقر، وحاسين بالامان عن زمان كتير قوي. تعود الحياه الى طبيعتها وسيرتها الاولى. الخدمات تقدم بصوره ميسره، بخاصه الخدمات الشرطيه الجماهيريه، حيث اثنى المواطنون على هذه الخدمات لبث الطمأنينة في نفوس الأهالي وبسط الأمن والنظام وتحقيق الاستقرار وتلبية متطلبات الأهالي في خدمة أمنية وشرطية تواكب طموحاتهم وتطلعاتهم. تغيرت الحياة على أرض شمال سيناء وعادت لطبيعتها وسط أمن وأمان وقوافل الخير التي تعم الشمال. وهذا المعرض الكبير الذي يؤكد لأهالي شمال سيناء أن كلنا واحد. مشاهدينا، وحول جهود وزارة الداخلية بشأن توفير القوافل لبيع المواد الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة لأهالي شمال سيناء، ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمود عبد الراضي رئيس قسم الحوادث باليوم السابع. أستاذ محمود، أهلا بك، وما هي الجهود التي تبذلها الوزارة لتوفير السلع من وجهة نظرك؟ أهلا وسهلا بحضرتك. النهاردة في مشهد راقي ومتحضر، وزارة الداخلية يعني بتضخ أطنان كبيرة من السلع الغذائية، كافة السلع الغذائية اللي بيحتاجها أي بيت مصري، خاصة السلع الاستراتيجية، نتكلم عن اللحوم والأرز والسكر والدقيق، كل الحاجات ومتطلبات البيت المصري، خاصة إحنا داخلين على شهر رمضان الكريم، بأطنان كتيرة وبكميات كبيرة جدا بيتم توفيرها في محافظة شمال سيناء في معرض ضخم جدا. وكمان هناك سيارات متحركة بتحمل هذه السلع الغذائية عشان توفرها في كل ربوع شمال سيناء لأهالينا وحبايبنا وسكان أهالي شمال سيناء، عشان يقدروا يستطيعوا الحصول على كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة جدا
بالاضافه الى ان هذه السلع بتحمل جوده مرتفعه وتتحقق فيها الحاجتين، ارتفاع الجوده مع انخفاض الاسعار، مش سلع غذائيه بس ولكن كمان وغير غذائيه ايضا. بالفعل يا فندم، بنتكلم عن اجهزه كهربائيه، بنتكلم عن مفروشات، بنتكلم عن ملابس، اي حاجه بيحتاجها البيت المصري سواء منتجات غذائيه او غير غذائيه هي متوفره في هذه المعارض التي يعني تندرج تحت اسم مبادره كلنا واحد تحت رعايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. استاذ محمود، كيف ترى جهود الدوله واهتمامها بعوده الحياه الى طبيعتها مره اخرى الى شمال سيناء؟ يعني فندم، النقاط الداخليه بالتنسيق مع الجهات المعنيه تبعت رسائل من ارض الواقع، رسائل هذه الرسائل مش الوزاره اللي بتقول عنها ولكن الاهالي هم الان زي ما حضرتك لسه بتعرضي من شويه هم بيتكلموا. رسائل امن وسلام من قلب سيناء، رسائل امن وسلام من ارض الفيروز الى ربوع العالم كله، ان سيناء امنه مطمئنه، ان عوده الحياه لطبيعتها كما ذي قبل، ان طلابنا وابنائنا بيروحوا المدارس بشكل امن، الناس المواطنين بيتحركوا على مدار ال 24 ساعه بشكل امن، ان وزاره الداخليه بتقدم خدمات متحضره خاصه الخدمات الشرطيه اللي بنتكلم عن الاحوال المدنيه والمرور والجوازات وتصاريح العمل والفيش الجنائي، كل الخدمات اللي بيحتاجها المواطن في شمال سيناء بيستطيع ان يحصل عليها بشكل متحضر من خلال القوافل المتحركه او من خلال كمان المواقع الشرطيه الثابته او من خلال السيارات المتنقله. اصبحت الحياه تعود الى ذي قبل من محافظه شمال سيناء، وشفنا الفرحه مرسومه على وجوه الاهالي، حتى الاطفال الصغيرين مبسوطين باللي بيحصل، مبسوطين، وضباط الشرطه هم بيوزعوا عليهم الهدايا في المدارس وفي الجامعات، بيقولوا لهم احنا موجودين ومعاكم واحنا موجودين وسطكم واحنا جزء لا يتجزا من كل، وان الحياه ان شاء الله باذن الله ستسير بسلام وامان على ارض سيناء، الارض المباركه الطيبه. نتمنى ان تحظى مصر دائما بالامن والاستقرار في كل ربوعها. اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ محمود عبد الراضي رئيس قسم الحوادث باليوم السابع، شكرا جزيلا لك. تحتفل وزارة الخارجية بيوم الدبلوماسية المصرية بمقر النادي الدبلوماسي بمنطقة وسط البلد بالقاهرة. يأتي الاحتفال بحضور وزير الخارجية السيد سامح شكري ولفيف من وزراء الخارجية السابقين والسفراء والدبلوماسيين. المزيد مع أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصرية. أحمد، هل لك أن تضعنا في صورة هذا الاحتفال بيوم الدبلوماسية المصرية؟ في البداية كل عام وأنتم بخير ومصر كلها بألف خير بمناسبة يوم الدبلوماسية المصرية الذي يوافق 15 من مارس من كل عام. في هذا اليوم تحتفل مصر والخارجية بهذه الاحتفالية وتنظم احتفالية في كل عام بهذه المناسبة، وهي ذكرى الأولى بعد المئة التي توافق عودة عمل وزارة الخارجية المصرية إلى عملها عام 1922 بعد أن حصلت على استقلالها من الانتداب البريطاني. في هذا العقد من الزمان وهذه السنوات الطويلة قرد 100 عام نتحدث عن دور كبير من الدبلوماسية المصرية التي مارستها ودافعت عن حقوق المصريين طوال هذه السنوات، طوال قرن من الزمان. منذ قليل وصل إلى مقر النادي الدبلوماسي في وسط القاهرة هنا وزير الخارجية سامح شكري، حيث تبدأ وتنطلق هذه الاحتفالية بعد لحظات بحضور عدد كبير من السلك الدبلوماسي المصري ومن كبار السفراء وكبار الدبلوماسيين القدامى وأيضا من الدبلوماسيين الشباب لتمتزج سويا هذه الأجيال هنا في مقر الاحتفال حيث النادي الدبلوماسي بوسط القاهرة. من فعاليات الحفل اليوم سوف يتم عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ وإنجازات الدبلوماسية المصرية، بالإضافة إلى أن وزير الخارجية سوف يقوم أيضا اليوم بتكريم عدد من قدامى وكبار الدبلوماسيين الذين ساهموا بشكل كبير في إنجاح الدبلوماسية المصرية في شتى أرجاء العالم، وبالتالي نتحدث عن احتفالية كبرى تنظمها وزارة الخارجية كل عام، ونتابعها معكم اليوم لحظة بلحظة حيث تنطلق بعد لحظات قليلة. مرة أخرى كل عام وأنتم بخير. أشكرك أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري.
شارك وزير الخارجية سامح شكري رئيس مؤتمر المناخ في كوب 27 الاجتماع الوزاري الافتراضي لمنتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ، وذلك بناء على دعوة المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كاري. تناول الاجتماع ما تحقق من نجاحات خلال كوب 27 مؤتمر بشرم الشيخ وسبل البناء عليها في إطار التحضير لمؤتمر المناخ المقبل المقرر عقده نهاية العام الجاري في دورته 28 في الإمارات. وأكد شكري على ما مثله مؤتمر شرم الشيخ من محطة هامة على صعيد الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لالتزامات مختلف الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي. كما أوضح وزير الخارجية أن نجاح عمل المناخ الدولي في تحقيق أهدافه يتطلب مراعاته لشواغل مختلف الأطراف المعنية بما يعزز من ثقتها وانخراطها في العمل المناخي. شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط في افتتاح أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة في بيروت. وتطرق أبو الغيط خلال كلماته إلى تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية على السلم والأمن الدوليين وعلى المنطقة العربية على وجه الخصوص، مؤكدا أن هذه الأزمة ستعوق جهود المجتمع الدولي في التعامل مع القضايا الأخرى الأكثر إلحاحا وأهمية كزيادة الفقر ومخاطر التغير المناخي. أعلنت السلطات التركية تسجيل زلزال جديد بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر بولاية كهرمان مرعش جنوب شرقي البلاد. وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن الهزة الأرضية حدثت قرب 10 صباحا بتوقيت تركيا، ووقع زلزال على عمق 7 كيلومترات، فيما لم ترد معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار. وفي الأزمة الروسية الأوكرانية، قال مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي والقيادة العسكرية العليا في بلاده إنهما اتفقا على مواصلة الدفاع عن مدينة باخموت في شرق أوكرانيا. وعقب اجتماع انضم الرئيس الأوكراني وكبار المسؤولين الحكوميين والقادة العسكريين. قال مكتب زيلنسكي إنه بعد النظر في العمليات الدفاعية في اتجاه باخموت عبر جميع الأعضاء عن موقف مشترك بمواصلة التمسك بمدينة باخموت والدفاع عنها. أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي على أهمية تدمير القوة العسكرية لروسيا، ودعا الرئيس الأوكراني لفرض مزيد من العقوبات على موسكو. نعمل أيضا على إضافة عقوبات جديدة ضد روسيا، ومؤخرا اتخذت كندا خطوة مهمة من خلال توسيع العقوبات المفروضة على واردات الألومنيوم والصلب الروسي. أشكر كندا على هذا القرار وعلى هذه الإشارة إلى المجتمع الدولي، فالأمر يجب ألا يقتصر على الحد من قدرة روسيا على التحايل على العقوبات الحالية، ولكن أيضا يجب فرض عقوبات جديدة لمنعها من التكيف مع الضغط العالمي. فكلما قلت قدرة روسيا على التكيف مع العقوبات أسرعنا في استعادة الاستقرار الإقليمي وإعادة السلام إلى أوكرانيا.
الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو إنه تم تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود 60 يوما، وهو الاتفاق الذي يسهل عبور صادرات أوكرانيا الزراعية. في المقابل انتقدت كييف الموقف الروسي واعتبرت أنه يتعارض مع الاتفاقية الأساسية، مشيرة إلى أن الاتفاقية تنص على التمديد لمدة 120 يوما على الأقل. وفي السياق أعلنت الأمم المتحدة أن المشاورات متواصلة بعدما اقترحت روسيا تمديد الاتفاق لمدة 60 يوما، كما أكدت المنظمة على الحفاظ على الاتفاقية وضمان استمرارها. قال مسؤولون بالهيئة التنظيمية المصرفية في كندا إن الهيئة تشدد قبضتها بشأن استقرار البنوك في ظل انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي. وأبلغت الهيئة التنظيمية البنوك بأنه يجب تقديم تقارير بشكل يومي عن وضع السيولة. هذا واجتمعت نائبة رئيس وزراء كندا كريستيا فيرلاند مع رؤساء المؤسسات المالية وممثلي بنك كندا لبحث زيادة الضوابط في القطاع المصرفي. نشرتنا متواصلة معكم وفيها صفقة الغواصات النووية، دعم أمريكي ومعارضة صينية وتبرير أسترالي. كشف زعماء الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا عن تفاصيل خطة لتزويد أستراليا بغواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية. وذكر بيان مشترك أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني البانزي ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك صدقوا على خطط من أجل ما يسمى بمشروع لأوكوس. يبدو أن الأوضاع في منطقة المحيط الهادئ لن تكون اسما على مسمى، خاصة مع إعلان الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا عن تفاصيل خطة لتزويد كانبيرا بغواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية. الخطة الجديدة تأتي في إطار ما يسمى بمشروع أوكوس الذي أعلن عنه لأول مرة في عام 2021 وتسبب في أزمة كبيرة بين فرنسا وأستراليا وقتها. وتشمل الصفقة العسكرية شراء أستراليا غواصات هجومية من الولايات المتحدة ثم بريطانيا قبل أن تباشر أستراليا لصنع غواصات خاصة بها. وبموجب هذه الصفقة ستكون الولايات المتحدة قد تقاسمت للمرة الأولى مع دولة أجنبية التكنولوجيا النووية لهذا النوع من القطع البحرية منذ 65 عاما. رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي وصف شراء بلاده للغواصات الأمريكية وانخراطها في مشروع لبناء جيل جديد من الغواصات بأنه أكبر استثمار عسكري في تاريخ البلاد، مضيفا أن تكلفة المشروع تبلغ نحو 245 مليار دولار حتى مطلع 2055. تمثل اتفاقية أوكوس أكبر استثمار منفرد في القدرة الدفاعية الأسترالية في كل تاريخنا لتعزيز الأمن القومي الأسترالي والاستقرار في منطقتنا. وينظر إلى الاتفاقية على نطاق واسع على أنها محاولة لمواجهة التصاعد الصيني في المنطقة، حيث تعد المنطقة بؤرة ساخنة للتوترات على مدار السنوات. المسألة ببساطة أننا يجب أن نعزز من مواقفنا بأفضل السبل الممكنة للتعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية معا، وأكرر معا، ولهذا أشكركم رئيس الوزراء ألبانيزي ورئيس الوزراء سوناك. إن الولايات المتحدة لم تكن لتحصل على أصدقاء أو شركاء أفضل للوقوف معا. تايوان بطبيعة الأحوال وحسابات السياسة رحبت بالاتفاق بين الدول الثلاثة، مؤكدة أنه سيساعد في مكافحة ما وصفته بالتوسع الاستبدادي في المنطقة. وبموجب الاتفاق أيضا سيتم نشر قوة من الغواصات الأمريكية والبريطانية في غرب أستراليا للمساعدة في تدريب الطواقم الأسترالية وتعزيز الردع. وذكر بيان مشترك أن الولايات المتحدة وبريطانيا ستبدأان نشر الدوريات بالتناوب بحلول أوائل عام 2027. أدانت الصين ما وصفته بالطريق الخاطئ والخطر الذي تسلكه الشراكة المبرمة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا في اتفاقية أوكوس. وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وين إن البيان المشترك الأخير الصادر عن الدول الثلاثة أنها تسلك بشكل متزايد طريقا خاطئا وخطرا لخدمة مصالحها الجيوسياسية. (تصفيق)
爱好和平的国家对此表达了严重关切和坚决反对。 نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار قرار بحذف أجزاء من مناهج شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023. وأكد المركز أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددا على أن المقررات الدراسية لطلاب شهادة الثانوية العامة كما هي دون حذف أي أجزاء منها، على أن يؤدي الطلاب الامتحانات في شهر يونيو 2023 في جميع أجزاء المقررات الدراسية كاملة. شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في فعاليات صالون حزب الشعب الجمهوري الذي أقيم بمقر الحزب بالقاهرة الجديدة، وذلك تحت عنوان الاقتصاد بين الرؤى والحلول. ناقشت فعاليات الصالون الاستثمار الخاص والصناعة وأولويات الاستثمار العام، وكذلك التحديات التي تواجه الدولة ووضع الحلول لها بما يعود بالفائدة على المواطن. التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سفير روسيا لدى القاهرة جورجيو بروسينكو وعددا من مسؤولي السفارة لبحث المستجدات التي تشهدها الساحة العالمية. تبادل الجانبان التهنئة بمناسبة مرور 80 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وأعرب وفد التنسيقية خلال اللقاء عن عمق العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا وحجم التعاون الكبير بينهما على كافة المستويات الرسمية والشعبية. كما أكد وفد التنسيقية على الأهمية التي توليها مصر تجاه ترسيخ العلاقات الثنائية مع روسيا في إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي ومن خلال المشروعات التنموية المشتركة الجاري تنفيذها حالياً. عقد منتدى شباب العالم أول جلسة نقاشية بعنوان دور المجتمع الدولي في تقديم الإغاثة للدول واللاجئين في الدول المضيفة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتوسيع نطاق الدعم للفئات والدول الأكثر تأثرا بالتحديات التي يشهدها العالم. هذا وقد ناقشت الجلسة العديد من المحاور تمثلت في الحديث عن التداعيات الخاصة بتزايد وتيرة موجات اللجوء عن أوضاع اللاجئين في المجتمعات المضيفة والحدودية، وكذلك التعرف على دور الجهات الفاعلة من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في التعامل مع أزمات اللاجئين، بالإضافة إلى تناول تأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية على قدرة الدول على احتواء اللاجئين وتوفير سبل الرعاية لهم. في خطوة لتنسيق الجهود بين كافة أطراف العمل الأهلي والتنموي تحت مظلة واحدة، انطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قبل عام وتحديدا فور إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عاما للمجتمع المدني. عام مضى من العطاء والتنمية المجتمعية منذ إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذي تم تدشينه فور إعلان الرئيس السيسي عام 2022 عام المجتمع المدني، ليأتي كأول استجابة من المجتمع المدني بإجراء حوار مجتمعي موسع لتنسيق الجهود بين كافة أطراف العمل الأهلي والتنموي تحت مظلة واحدة. التحالف الوطني الذي يعد أكبر مظلة للعمل الأهلي في مصر نجح خلال عامه الأول في تأسيس قاعدة بيانات موحدة بالتشارك مع الجهات الحكومية والتي تحتوي على بيانات 37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقاً. كما نجح التحالف الذي يضم 32 كياناً تنموياً وخدمياً من رواد العمل المجتمعي في مصر في رسم سياسات عمل الجمعيات الكبرى بشكل تشاركي تكاملي والدخول في مشروعات مشتركة مع التخطيط بشكل مسبق لضمان تحقيق التكامل وليس المنافسة والتكرار. التحالف الذي يعمل تحت مظلته 250 ألف متطوع تمكن من إنفاق 12 مليار جنيه خلال 10 أشهر لمساعدة 30 مليون مواطن، كما تم مراجعة كافة ميزانيات أعضائه من كافة الجهات الرقابية المنوط بها. الخدمات التي قدمها التحالف الوطني كانت ما بين مواد غذائية وصحية، إذ
تم دعم 25 مليون مواطن بمساعدات غذائية، وتم استقبال 5 ملايين مواطن في مستشفيات ومراكز طبية مملوكة لأعضاء التحالف الوطني. التحالف قام أيضاً بتوفير 39,500 فرصة عمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالأخص مشروعات رؤوس الماشية، كما قام بإطلاق مبادرة إزرع لدعم ملف الزراعة وتحسين أحوال صغار الفلاحين ودعمهم وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية. التحالف قام أيضاً بإطلاق قوافل ستر وعافية، والتي أصبحت أكبر حدث اجتماعي جماهيري حاشد يتم تنفيذه في القرى المصرية. التحالف الوطني يستكمل جهوده في دعم المواطنين من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً من خلال إطلاق مبادرة كتف في كتف في كافة محافظات الجمهورية بمشاركة متطوعي التحالف، وذلك استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك، والتي تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر. مشاهدينا، والآن وقفة مع أهم أخبار المال والأعمال. أخبار الاقتصاد مع محمد عبد الله، إليك. شكرا نهبة وشكرا فاطمة. ومشاهدينا، تتابعونا معي أخبار الاقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددا جديدا من نشرته الدورية، التي يصدرها بعنوان نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية، والتي تضمنت نخبة لأبرز نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها تلك المراكز العالمية في المجالات المختلفة. تضمن العدد استطلاع رأي أجراه مركز يورو باروميتر بهدف التعرف على تصورات مواطني دول الاتحاد الأوروبي للأوضاع الاقتصادية في بلادهم، ومدى رضاهم عن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 30 من نوفمبر 2022. وتمثلت أهم النتائج الاستطلاع في أن 76% من المبحوثين الأوروبيين بالعينة يرون أن الوضع الاقتصادي في بلادهم سيء، وجاءت سلوفاكيا على رأس قائمة الدول التي ترى أن الوضع الاقتصادي في بلادها سيء بنسبة 93%، يليها بلغاريا بنسبة 91%، ثم التشيك بنسبة 88%، والمجر بنسبة 85%. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن الخطة مستمرة في النمو والتطوير في كافة قطاعات صناعة البترول. وخلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة المصرية للغازات الطبيعية جاسكو لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2022، أوضح الملا أن التطور الذي يتحقق في نشاط استقبال ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي أصبح قيمة مضافة ومواكبا لما يحققه قطاع الغاز من تنمية واكتشافات. هذا وأجرى طارق الملا جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمركز القومي للتحكم في الشبكة القومية للغازات الطبيعية الناتا، واستمع لشرح العاملين بالمركز حول ما يشهده من تطوير مستمر يواكب خطة التوسع في الشبكة وتحديثات أنظمة التشغيل. في أسواق البترول العالمية، واصلت أسعار النفط خسائرها للجلسة الثانية على التوالي، إذ أحدث انهيار بنك سيليكون فالي هزة في أسواق الأسهم وأثار مخاوف من وقوع أزمة مالية جديدة. وتراجعت العقود الآجلة لخامبرنت بنسبة 64% لتصل إلى 80 دولارا و25 سنتا للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 91% لتصل إلى 74 دولارا و12 سنتا للبرميل. في المقابل، ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 43% لتصل إلى $2.77 للتر، كما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.77% لتسجل $2.56 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. رفعت منظمة البدان المصدرة للبترول أوبك مجددا توقعاتها للنمو الطلب الصيني على النفط في 2023 بسبب تخفيف القيود المرتبطة بكورونا في البلاد، غير أنها أبقت على توقعات إجمالي الطلب العالمي دون تغيير. وتوقعت أوبك ارتفاع الطلب العالمي على النفط في 2023 بمقدار 2.32 مليون برميل يوميا، أو بنسبة 2.3% دون تغيير من التوقعات السابقة.
أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض إذ تأثرت الأسواق المالية بمخاوف من عدوى انهيار البنوك بعد انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي. ونزل المؤشر السعودي عند الإغلاق 1%، كما تراجع مؤشر دبي بنسبة 1.5% مواصلا الخسائر للجلسة الخامسة، كما تراجع مؤشر أبو ظبي بنسبة 1.8% مدفوعا. نهاية أخبار اقتصاد، أعود من جديد إلى فاطمة وهبة. أشكرك محمد. وفي ختام النشرة، لم يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. الرئيس السيسي يؤكد أن الشركات الإيطالية تمتلك رصيدا كبيرا من العمل المثمر في مصر. رئيس مجلس الوزراء يوجه الوزراء المعنيين بمتابعة توافر السلع المختلفة مع اقتراب شهر رمضان الكريم. الرئيس الأوكراني يتمسك بمواصلة الدفاع عن بخموت والقوات الروسية تكثف ضرباتها لإسقاط المدينة. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري. نشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.